قرآن بريس يباست أتكويسي آخر الجنة كهلي ميسيت نعم كل وراكسن ميلو البا جوكتان بهذا الدنيا 24 كسور دوادة مركلاتو إيا برنامج كالي انت بضان استوديها آدو غما بحنو لكن ما انت إيوحان لجوغنا شيخ حسن القاري شيخ حسن الواجدي وانا آدو غفر حسن هاي كلان كيسا إيو إنان لا كلاني إذن كان أنجال استمر هدان شيخ كلاني إن oo fariimaha wanaagsan iyo daacwada uu ku jiro oo halkan idin kula wadaago ee ku badin maaya sheekha idinka laftiina dhowr su'aalood oo aan hubo inay maskaxdiina ka guuxayaan maan sheekha ee waydiinaya sheekh xasan soo dhow aad baan kaaga mahadcelinaya magacaygu waa maxamed ee in badan oo badan oo badan baan kula soconaa adigoo arrimaha daacwada iyo waliba quraanka kariimka بل انتي اد كو دخ جيرتي قرانك الكريمك هل يا لبا وحيابها اوغو واوين اد كلا كولنت انغي بولشدنا لبا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بخير الله مهدل سبحانه وتعالى أهدنا وفر حسنا إن شاء محمد وإنا إسلك لنا مانتا الدنيا 24 والله تأفر 24 الله يدن بركي وكفر حسنا هاي تيفي جانا كسوا موضو إن شرفتين نقولي وصوا بوقتين وكفر حسنا هاي إذن كو سات شيك تيران كبحين نقوليها وإكرام للقرآن إيو وحن نقوتهم إكرامين يسين وحن كاقم حدينا بارك الله فيك وحن جزد قوين وقرآن كان كهلي وإن النول هاي بلا عمل بلا تجارة بلا شق القرآن كان كل نوله تن أنت سعرورة ي أنت حاسس أنيقة قد إذا ونول المعاند نول تي وفي عندنا نكون جرنا أو حويان ما لحد مشاري قصور دعايا بيراتي أن أجاين أنا نجرين بفضل الله تبارك وتعالى معجزة القرآن كأي كم التهاي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحناش يعني سورة البقرة آل عمران إن أشفيع دونان أهل كود ما أنت قيامه ولو ذا تاجني هاي حالك وحني هاي مركا قرآنك وإنه كو شفاعة في الدنيا قرآن بريس يباست أتكويسي آخر الجنة كهلي ميسيت نعم قرآنك هدي الدنيا ده حكوي ذو آخر ذا حبك كهلي ميسيت حالنا كده ضد بضم باشخ مالين إياه بين يجو حفاظ القرآن كي حفظ السن بأردن نلش الدنيا ذل دالا دعان ملك الدوان كلا دعان هدنا شجعنا يا أو أنت بدن له سيدنا ربنا وحنا من نقول وحاي حفظ السن هنا وقرآن كاس إلهي هدا دوات شكتي أديجو بلا عمل أو بلا تجارة أو بلا شقاءها إن أديجا يرهر كاجي بإلهي إذا كون جل ضي أو إذا كون نوليجي مركا ضد كاس فرينت أو درس أما وحكم قن أديقوا أثنتين أيوة وليفة. محمد أولاً اليقين إن الله ماتت. وقرآن مقرن نساء وحكا فضل بدن أدونك إنه سنجرين أبداً. وقرآن مقرن نساء وقلد إلهي كقلد سبحانه وتعالى قف لسيه إنه سنجرين.
هدي قف تاجر عرفتوا إنه كاخير بدنيا أم كاح ولا بدنيا أدرين تد منزلة دي قرآن كي شرفتي قرآن كتهوس أدكتي هدي كرامة دي قرآن كهوس أدكتو أذو تكون نحن نول آيات كل باهنة حقيقة أما قرآن كمد كات آخر نسيت ووقت كوبان ومركز نولش إسبدشنا أو قرآن آخر إسكاس كتير إسكاس لا فيسيت مركز رنتي وحنا جمقا ويقين قلبك إنا يجشو إن كلام الله سبحانه وتعالى رزقك بركتك في الدنيا والآخرة الدنيا أنت جوكتنا أمني أمان يواردي مؤباها انتهى عليك بالقرآن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد كلاهما فعليه بالقرآن الخير كله في القرآن كتكو أخر الصو الما هذا بر والله وحن حسوستها يوددي أقبض النيت وقرآن كان لف دي هالسنة إيهاتو أنا نقولي كبحين وكلها قراءة القرآن المي قبل كان قرآن كبرا إيهات قطر ولباتا جزءا أخرين مالنتي وحاي عاونا طبعا كل كيلة جوا حمس مين كرتي ذي حاسك أيا قرب السيناي وقرآن كلمة إلا براي والله ما تنجز مالين كستو والله وح بركة يحولها نهستو وحويا ما أنت عن وصوش يقولين عيج صومري بركة سنة كسوح عن هلي وح لمدة إما صومري في هذه الدنيا وسنة كأسو لك حري لك حري قرآن كي أو قرآن قار إلى المه قرآن كا أم برو أنا أوصل دمير الحمد لله الحمد لله منا وقرأت هذا القراء أوه طبعا قراء برتي وهذا إن شاء الله تعالى قرب وقبا هنا إني مراكز تأفر دون ومعلمين كانوا قد دونا إذا مكيله إن شاء الله تعالى أنت بدن ضدك صومالي ذا أها وقتنا ما أنت جوجنا حلو حوي حالة دوس كحن تهاي صومالي دنتي ودن كودي بربر قرب لا هذا عقب هذا بدن بجرة والدين إلى هاي كوجل ذي إن المهي عيسان قعنت وذاك بحنا قرآن كبران وتوسنا وجرا كوكلنا عقب هذا عيسى ضد كاس المها اللي دالا دعية أديقا أو تسالة كسينة يسيدة أديقا يكو سورة قشي إن أد عرورت هذه قرآن كاكو برتو يسيدة أدوك لها تقرآن كلا ساحيبان بل تلدا سين لهذ والدين تاس والله تلدا سين لها وحاوي أولا والدك إنو قرآن كبرتو وقرآن كأخرية وردي قيسو سنكتاقين سيدة قضاء قرآن عشادان لغو تاقين إنو وردي قيس قرآن كا لم بركو كاكتو لكن دي والدك يقولها يو ميغو جزا أخرسا دي لو يدي ميغو جزا أخرسا والله مالي مالي نجزان أخرية مالي مالي هتان كهلا لو جز وحاكو حيقو أسبوع إذا قارمة أخرية بقى نغتا صاحب لما دهو قرآن كبركز اسم ربطة أدوو قرآن كبركز اسم ربطة لا صاحب هدي مالي انت أقوم مشغول كبضن أو لا ينفع مال ولا بنون وحكو أنفعي تجارة هذه إيو قنع سيقاق وحبك كلا حتى هو إذا أباي كأردو يعني يو كأرد دونان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وحكو استاجد أن القرآن قال هذا أكتر يعني يا له وأنا كسكس هل نينو ما لهم رواق دونا وهذا دونا سوقف نولا إيمان دونا مرك ما لين تاسي قرب استاجد كهل يسا القرآن كأنه كو قرب استاجو هو يا أبو كون نقول إله كذا شفاعة لا تقوله ريو برك لو قلنا يا عورض الأسطورة دونا نبي ونوش يعني وأباه إلمي القرآن كبري إخلاص إن القرآن إلما أبرنه الدنيا رادس أنا أبرنا إلهي سبحانه وتعالى رئيس الرادين المها جاء النقطان المها جاء النقطان ويرشي إلهي وقرآن كحف دستي في صدور الذين أوتوا العلم يصقلان مركدي أو قبلها جاء من الشهادي جرجي قرآن كل وقتنا يو أرزاق لا حتما وإسكي معنيسا لأن أو سلف كم ذا وحالة صوري ما شقيس الله ده ما شقيس ده ما محد عنيسا مركز وحويري علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني بارك الله فيك إنك أسألك هذا وحول أمرك علي أن أعبده إلهي وحا واجب إسان الله إن أعبده صدو أي أمره إن هو أعبده وعليه أن يرزقني أسألك وحا واجب كو إنه يرزاقه صدو أي بلانقاري ويهي شيخ دوان وحاجرتي ومقالا داوضي ويل أذادي قد شيء وقارئة وقرآن كي حفدي وخير أذو بستي انت بدن ما انت مبادن عباياشة سوماليهات ان المهيسي وير ودأير ولي بأين انتو أرنتاس إيادا سمييو واسكو ديغا سمييو
way laga yaabaa inay gabadhu ama reerkoodi ninu keento ama wiilku reerki ninu keen laakiin aabihii iyo hooyadii reerki family inay qoys noocaas oo kale taa sameeyaan oo gabar iyo wiil qaari la isku daro arinta noocaas ah danta aad kala hayd ama waxyaabihii kugu kalifay inaad sameeyso baraka allah fiik horta wiilkayga xamza madka u weyn waa ilmaha waana tusaale oo dadka ilmaha dhan aaninka u weyn markaas yani uu xigu waay wali lacad ee dhahan carabtu waxaan ka fiiri horta wiilkaas adoo islaaxo oo jidkiisu toosnaado inta kuwa kale inay ku dayan doonaan waxaan ogaaday inaan isku xaq kale ku islaaxi karin ilaa in masaa'ibtan jirto adduunka laga qariyo TikTok iyo Facebook iyo balaay kasto iyo gabdho isruxaayo wiilkii waan la tashtay markaa waxaan ku yiri Xamza wadaan ku guuriyo ka waran aba diyaar baan ahay gabar baad ogtahay mis anaa ku raadinayo wax ii raadi anaa markii wixii dhan soo keenkeene gabadhana waa qaariad asagana waa qaari isku markaas ay dhiganayeen anaa isku guuriyo soo daray marka hadafka aan ka lahaa islaaxa mujtamaa qabla kulli shay ina wiilkayga islaaxiyo maadaama quraanka xifdiyay iimaankiisa iyo ina oo ilaaliyo inta tabarteeda ah de qof kale baa u guurin lahaa sadaqo waa ka raadin lahay marka aqrabada la sadaqada lagu bixiyo sadaqatan wasilatan uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan dhaqaale ku bixiyo wiilkayga gurigiisa oo dhiso gabadhaasna asturo asagana asturo wiil badan oo salaamid ahna ilaahay sababtaas ku asturo aabiyaal fara badanna anigu ku dhayda igu daydaan in waxaan sameeyay in ay sax tahay muuqato arkayaan in insha Allah ta'ala ku daydaan in muusaas oo kale u sameeyaan wayna dhacday wallahi alxamdulillah ilaahay wuxuu nagu aadiyay arooskii waqtigiisa in qurraadi caalamka dhan martay ku hayna argiisa oo la beegsanay fursadna ahayd runtii waxaa lagu magacaabay arooska arooskii qarniga ay ku magacaabeenba runtii oo shacab rashiid ah joogay ugu weyn inta oo dadku quraanka akhriso ilaahay noo daayo sheekh mustafa joogay wasiirka awqaafta joogay ajaanibta carabta imaaraadka ninka ugu weyn oo tartamada quraan qaada joogay sheekh xasan saalax oo qaari weyn joogay masri ah yaani looma kala harin sheekh oo asagana mareekan ka yimid oo yaani looma kala harin meel waxay ahayd oo culimada isugu imaatay sheekh maxamed shanqida kamid ah dadkii riida fasiri jiray oo culimadu waaweyn kamid ah tawfiiq dhasib ilaahay nawaafajiyay risaaladan way intashaartay meel farbadan ay gaartay hadafka aan ka lahaa waxay ahayd marka in dhalinyaro badan oo waaweyn oo Soomaaliyeena inay yid yihiin inay hurdada ka kacaan oo guursadaan oo Ilaahay isa suuq dhowro xumaanta ka ilaaliyo subxaanahu wa ta'aala.